اشترك في قناة قصة حياة وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولاً بأول. قصة حياة الممثلة التركية آلتشين سانجو، ما هي الصعوبات التي عانتها في الطفولة، دراستها، بداياتها الفنية، أهم أعمالها، وما هو المسلسل الذي فشل ولم يكتب له النجاح، أسرار حياتها العاطفية، علاقتها مع المشاهير، ما هي حقيقة ارتباطها بالممثل التركي الوسيم باريش، وما هي قصة الدعوى القضائية التي رفعت ضدها، غيرها من التفاصيل سوف نتعرف عليها في هذا الفيديو الجديد من قناة قصة حياة. تابعوا معي. قصة حياة وأسرار النجمة التركية آلتشين سانجو، حقيقة علاقتها مع باريش وغيرة حبيبها عليها. ولدت الممثلة التركية آلتشين سانجو ذات الأصول الشركسية في 13 من شهر آب أغسطس من عام 1985 في مدينة إزمير، أي أنها تبلغ من العمر اليوم 34 عاما. سانجو من مواليد برج الأسد، البرج الناري المندفع نحو الحياة، محب للعمل، نشيط، ذو عزيمة، يساعد الجميع ويملك أخلاقا نبيلة، ذكي وخلاق. وفيما يخص سلبيات هذا البرج فهي أن ثقتهم بأنفسهم تصل إلى مرحلة الغرور، يحبون السيطرة على الآخرين والمديح، وسريعو الغضب أحيانا. أما بحسب التقويم الصيني فإن سانجو تنتمي لمواليد برج البقرة، صاحب الشخصية الصارمة والحازمة والإرادة القوية. ينجز مولود هذا البرج أعماله بيديه دون طلب مساعدة من أحد، لكنه عنيد وعصبي في بعض الأحيان. نشأت سانجو في مدينة إزمير وعانت في طفولتها كثيرا، لأن أبويها قررا الانفصال وهي في الثالثة من العمر، وترك والدها المنزل بعد ذلك. قامت الأم برعايتها مع إخوتها الخمسة ولم تفكر بالزواج مرة ثانية. سانجو دائما كانت تؤكد أن كل شيء وصلت إليه كان بفضل تضحية والدتها، كما أنها وضحت أن علاقتها بها تشبه علاقة الأصدقاء، ذلك لأن فارق السن بينهما ليس كبيرا لكون والدتها قد تزوجت في سن مبكرة. خلال طفولتها عانت آلتشين سانجو من التمييز العنصري والتنمر من قبل الأطفال ورفاق المدرسة والحي، وذلك بسبب بشرتها شديدة البياض والنمش الذي كان على وجهها وشعرها البرتقالي. وحتى عندما أصبحت ممثلة بقي التمييز مرافقا لها، حيث كان المخرجون لا يسندون لها سوى أدوارا لشخصيات شريرة، لأنها تتناسب بحسب رأيهم مع ألوانها وملامحها، لكن سانجو أثبتت لهم العكس خلال مسيرتها كما سنرى. بعد أن أنهت دراستها الثانوية درست سانجو الأوبرا في جامعة الميناء التركية، وخلال فترة الدراسة الجامعية شاركت في التمثيل المسرحي، ثم عملت في عروض الأزياء ودخلت مجال الإعلانات التجارية. وبعد شهرتها أصبحت هي الوجه الإعلاني لشركة سان سيلك، وقد ساعدها في هذا الأمر إلى جانب جمال وجهها شعرها البرتقالي والصحي، فباتت تدعى بالفتاة البرتقالية. وجد الجميع في هذه الممثلة نموذجا للقوة، حيث حولت الأمر الذي سخر منه الناس في طفولتها إلى ميزة تجذب الأنظار إليها. أول دور لعبته سانجو كان في مسلسل تحت عنوان على مر الزمان في عام 2011، وقد حقق نجاحا كبيرا. ومسلسلا ليث ونورا وحكاية حب فيما يعدان من أهم الأعمال التي ساهمت بشهرتها خارج تركيا وخصوصا في الوطن العربي. أما نقطة التحول الحقيقية في مسيرتها الفنية فكانت بعد نجاح مسلسل حب للإيجار، عندما جسدت شخصية دفنة أو ديما كما سميت في النسخة العربية المدبلجة.
هذه الشخصية أحبها الجميع وتعاطف معها بشدة، وبرهنت بذلك أنها قادرة على تجسيد أدوار البطولة للفتاة الطيبة والبريئة. وقد حصلت من أجل دورها في هذا المسلسل على عدة جوائز، كان أبرزها 3 جوائز من الفراشة الذهبية. خلال مسيرتها تعرضت للفشل الكبير في عمل واحد فقط، وهو مسلسل انقلاب حبيبتي بالمشاركة مع الممثل التركي قادير دوغلو، حيث تم إيقافه بعد الحلقة 4 لكونه لم يحقق نسبة مشاهدة عالية، لذا اعتبره النقاد عملا فاشلا. وعلى صعيد الحياة العاطفية، فإن سانجو على علاقة منذ عدة سنوات برجل أعمال تركي يدعى يونس أوزدكين الذي يكبرها ب8 سنوات. وفي لقاء لها مع صحيفة تركية سئلت عن سبب استمرارها معه طوال هذه الفترة، أجابت بأنه يتمتع بصفات تحبها، أهمها أنه شخص ممتع وغير ممل على الإطلاق، يستطيع إضحاكها مهما كانت الظروف، بالإضافة لكونه وسيم وجذاب على حسب قولها. وعند سؤالها عن الزواج ومتى سيتخذان هذا القرار لم تعطي إجابة واضحة، واكتفت بقولها أنها وحبيبها متزوجان قلبيا. ومما لا شك فيه أنها في مسلسل حب للإيجار شكلت مع الممثل الشهير باريش إيردوتش ثنائيا رائعا، ونتيجة لنجاحهما في الموسمين قاما بالمشاركة ثانية في فيلم رومانسي تحت عنوان وقت السعادة. ويذكر أنه في هذا الفيلم قامت الفتاة البرتقالية بتغيير لون شعرها إلى اللون الأشقر الكستنائي، وكانت ردة الفعل لدى معظم المعجبين أنهم طالبوها بعودة اللون الذي ميزها وأحبوها فيه. الثنائي الرومانسي الذي لامس قلوب المشاهدين داخل وخارج تركيا بات عرضة للشائعات، حيث أشيع خبر بارتباطهما عاطفيا، وبات المعجبون يتمنون أن يكون هذا الخبر صحيحا، وأن يتحول الحب الكبير في هذا الفيلم والمسلسل إلى حقيقة على أرض الواقع، الأمر الذي جعل علاقة سانجو بحبيبها يونس تتوتر بعض الشيء، وكذلك الممثل باريش مع حبيبته الممثلة الكوميدية جوبسا أوزاي. وقد انتشر خبر أن حبيب سانجو يونس أوزدكين قد غضب خلال حضوره العرض الأول في السينما لفيلم حبيبته وقت السعادة، عندما تابع المشاهد الحميمية التي وصفها البعض بالجريئة والتي جمعتها مع الممثل باريش إيردوتش، وغادر صالة السينما غاضبا لأنه لم يتحمل مشاهدة المزيد. وفي سؤاله عن الأمر أكد أنه يثق بسانجو ويؤمن بموهبتها واحترافها، ولكنه لا يحب رؤية هذه المشاهد عموما، وأنه يغار عليها، وهذا موضوع لا شك فيه، الأمر الذي اضطر النجمان باريش وسانجو إلى نفي كل تلك الشائعات والتأكيد أنهما أصدقاء وحسب ليتجاوزا هذه المحنة. وقد عرف عن يونس غيرته الشديدة على سانجو، حيث تشاجر الحبيبان في إحدى المرات بسبب غضبه من الرسائل التي يرسلها لها بعض المعجبين على حسابها، الأمر الذي أغضبها فتوعدت له بتغيير كلمة المرور الخاصة بحساباتها لكي تمنعه من الاطلاع على المزيد من تلك الرسائل. أما فيما خص علاقتها بالمشاهير فقد اتسمت بعدم التوتر، وعن رأيها بالممثل التركي كيفانش المعروف عربيا باسم مهند بعد أن شاركته البطولة في مسلسل ليث ونورا، قالت أنه متواضع بشكل لا يوصف رغم كل شهرته، وأنها كانت مسرورة بالعمل معه. دعوى قضائية رفعت ضد سانجو من قبل مدير أعمالها السابق باشاي أوغاي بسبب قيامها بفسخ العقد بينهما دون سبب وتعاقدها مع وكالة متخصصة بإدارة أعمالها. وقد أكد أوغاي أن الفضل يعود له بكل أعمالها الناجحة وطالب بتعويض كبير، إلا أن سانجو لم تصرح سوى أن من حق مدير أعمالها السابق أن يدافع عن نفسه. وفي نفس الوقت نفى محامي الممثلة كلام أوغاي متهما إياه بالكذب،
وقد وجد البعض أنه في حال كان ادعاء أوغاي صحيحاً فإن تصرف سانجو يدل على الغرور، تحديداً بعد حدوث موقف آخر حيث تم من خلاله استبعاد سانجو من أن تكون الوجه الإعلامي لإحدى شركات التجميل نتيجة لطلبها مبلغاً خيالياً. وتم استقدام الممثلة التركية هاندا أرتشيل عوضاً عنها لكونها طلبت رقماً منطقياً وبدت أكثر تواضعاً بحسب زعم الشركة. ورغم كل هذه الادعاءات تبقى إلتشين سانجو صاحبة قاعدة جماهيرية كبيرة كونتها في زمن قياسي، فهي لديها جمهور ينتظر جديدها دوماً. اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.